السلام عليكم ومرحبا فيكم في لعبة جديدة. طبعا قربنا نخلص تختيم Resident Evil 4 Remake وكاب هاد صعوبة الأكسبرت على القناة، وبعدها قررت اني اسوي تجارب واحط العاب مختلفة واشوف وش الاكثر اللي يجيب مشاهدات واللي عليه اهتمام اكثر، واللي يكون عليه مشاهدات واهتمام اكثر باكمله في القناة. ونبدي بألدن رينج. طبعا انا اوريدي مسوي شخصية جديدة استعدادا لنزول الDLC او الاضافة في تقريبا شهر وشوي. اذا ما انت مشترك في القناة اشترك وحط لايك للفيديو، ويلا بدون مقدمات زيادة خلونا نبدأ. اوكي طبعا انا تقريبا وصلت الى مورغوت. طبعا انا اللي غلبتهم بس مارغوت، غودريك ورينالا من الباسس الاساسيين في القناة او في القناة في اللعبة. وصلت الى ليندل ووقت قتال غود له مورغوت. لما قاتلتهم بعدني حاليا يعني هم مورغوت، رايكارد اسمه اذكر، وبودان. قلت انا بخليهم عشان اسوي فيديو لكل واحد منهم وانزله في القناه واشوف هل الناس مهتمه وتشاهد، ونشوف بعدين. طبعا انا بكمل لاني قاعد اجهز حق الاضافه، يعني اكمل في وقت الخاص، بس اذا شفت اهتمام بكمل وبخليه للقناه. بسم الله، هير وي جو. طبعا شو اسمه الاسلحه اللي عندي، انا قاعد الحين باسلحه البلاك فلايم، السيف والفاير. What is thy business with these thrones? Godric the Golden. خليني اسكت، هو افضل مني. The twin prodigies Mikala and Melania. General Radahn. Praetor Rykard. Luna Princess Rani. Willful traitors. All. Thy kind are all of a piece. Burgess. Pillagers. Emboldened by the flame of ambition. طبعا Elden Ring ما يحتاج، اغلب الباسس فيها ممتازين، تصميمهم، الصوت، اللور، كل شيء مره قوي. Felled by King Morgoth. Last of all kings. طبعا هذا يمكن يهزئني يمكن لا، نقول بسم الله ونشوف. يلا يا Morgoth. كانك فخمي. لا شربت الشراب. جيجي لو كده، ما سوي كده ما بيصير جيجي ليو. اوه
بولشي سويت لي داج. نايس. Summoned by my curse, such a cannot bear. Thy part in this shall not be forgiven. تعال هنا براويك. يا حمار ما اشتهيت للهجوم ده. اعطيتك وجه. كنت ما اسوي حركة السلاح الخاص خلاص ما يمديني اتنفس. بطيئة مرة. يلا مو مشكلة. اوكي وصلنا الى نهاية الفيديو. اذا تبغوني اكمل والعب Elden Ring في القناة لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا في القناة. وان شاء الله بشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.